مرتبط هذا المكان المبارك ارتباط وثيق في سيرة خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيب النزول في هذا المكان كلما مر من هنا. هذا هو بئر الأنبياء اللي شرب منه المصطفى صلى الله عليه وسلم على درب الأنبياء، درب القوافل بين المدينة ومكة. نزل رسول الله في هذا المكان عدة مرات، سواء في فتح مكة أو العمرة أو الحج أو غزوة بدر أو غزوة الحديبية. وفي هذا الوادي المبارك رفعت امرأة صبي لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وفي هذا الوادي أيضا أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. أماكن ليست ككل الأماكن، أماكن ارتبطت بسيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم وبنزول الوحي ونزول التشريع.